السلام عليكم، انا لا سيد نمبر اي تي فايندر. اتكلمنا في الفيديو الاولاني عن بعض الحاجات عن السي اس، النهارده هنكمل عليها. هنتكلم النهارده عن الفونت والويدث والهايت والمارجن والبادنج والبوردر والليست والديسبلاي. خلينا نبدا بالفونت. انا عندي ديف عادي مش اي حاجه. اول حاجه عندنا هو الفونت، ففي منه الفونت فاميلي. الفونت فاميلي دي يعني مثلا اسامي الخطوط، يعني مثلا زي النسخ، زي الرقعة، الحاجات زي كده. فهو تقدروا تقولوا طريقة كتابة الخط نفسه. طبعا الخطوط كل خط ليه الشكل بتاعه. هو مديني الحاجات الابيض ده لان في خطوط ممكن ما تبقاش موجودة عندي في الجهاز، يعني فانا احسن حاجة ان انا اكتب كذا خط، كذا اسم الخطوط، لان لو في خط مش عندي على الجهاز مش هيتنفذ. فبكتب كذا اوبشن واللي موجود عندي على الجهاز ساعتها هينفذ، يعني هيديني شكل الخط على حسب اللي اختار. اهو كده هو غير شكل الخط، طريقة كتابة الخط دي. اوكي، طيب تاني حاجة عندنا في الخط عندنا فونت سايز. فونت سايز هو حجم الخط. مثلا اديته 30 بكسل اهو، حجم الخط زاد معايا. اوكي، طيب في حاجه كمان عندنا في الفونت، في الفونت ستايل. الفونت ستايل ده برضو يعني ايه، زي شكل الخط كده، بس ده انا بنوع فيه، يعني عندي ايتاليك، يعني الخط بدل ما يبقى مكتوب عادي زي كده لا هو هيميل شويه اهو. ده فونت ستايل. تمام، تاني حاجة عايزين نتكلم فيها هو الويدث والهايت. ايه هو الويدث والهايت؟ ندي باك جراوند كولر عشان كل حاجة تكون باينة معانا. انا دلوقتي هدي ويدث هنا، ده عرض المساحة اللي انا كاتبها، يعني ده العرض، ده الويدث. انا لو زودته هيزيد معايا، ده عرض هيزيد معايا. هو كان انا ما كنت عاملاه 400، ليه الكلام نزل تحت؟ عشان هو مش العرض بتاعه مش هيزيد عن كده. اهو العرض بتاعه مش هيزيد عن كده، فكمل تحتيه. طيب في حاجة عندنا في الويدث اسمها ماكس ويدث ومين ويدث. طيب دي هتبان اكتر في التاج بتاع الويدث. دلوقتي انا عاملة بوتون اهو اسمه هلو. نيجي نشوف هنا كده اهو. طيب هو هنا حجمه، هنا حجمه واخد هلو كلها. تمام، طب انا لو شلت مثلا، شلت الهلو كتبت اتش بس، يعني سبت حرف الاتش بس، حجم البوتون هيبقى عامل ازاي؟ هياخد مساحة الاتش بس، وانا مش عايزاه كده. انا عايزاه بحجم معين، مهما كتبت جوه كلام صغير كلام كبير انا عايزه حجم. فانا بكتب من ويدث. من ويدث ده اللي هو اقل ويدث عندي كذا، فانا ما تقلليش عن كده حتى لو انا كاتبه جوه صغير. انا لما قللت حرف اتش اهو خد مساحته. طب انا لما عملت من، او ثواني، احنا ما عملناش من ويدث ده في البوتوم نفسه. هو كبر، ما
مهما كان حرف ال H صغير، أنا كاتب H بس، فالحجم معايا كبر. ده أقل عرض عندي هو 200 بكسل. كتب جوه كتير، كتب جوه صغير هو 200 بكسل. طيب أنا عندي برضو max width، أقصى حاجة توصل لها مثلا خليها 300. دي هتبان ازاي؟ أنا مثلا هكتب جوه hello اهو. هنا انا لما ظبطت الكلام وظبطت المساحات، هو نزل تحت. اقصى عرض زاده هو اللي انا كنت كاتباه، اللي هو 150. طب انا عندي كلام تاني عايز اكتبه، هو ينزل تحت. فهمتوا قصدي ايه؟ اتمنى يكون الجزء ده واضح. طيب دلوقتي احنا مش عاوزين البوتون خالص، خلصنا الجزء بتاع الوكس. طيب احنا عندنا الهايت، شوف ده كده. نكتب الاول هنا، انا لو كتبت هايت كده اي رقم مثلا انا عاوزه. هايت ثابت كده، يعني هو ده الهايت بغض النظر في كلام قد ايه. طيب برضو عندنا من هايت اقل حاجة. انا مثلا لو مكتبتش هايت خالص هو هياخد مساحة الكلام، يعني اهو مساحة هياخد ارتفاع الكلام نفسه اهو. طب انا لا مش عايز كده، انا عاوز هايت لوحده بغض النظر الكلام قد ايه. فانا هديله من هو اقل حاجة، اقل هايت توصل له مثلا 150. اهو بغض النظر بقى الكلام قد ايه، كلام صغير كلام خطين، انا عاوزة اقل حاجة 150. طيب انا لو زودت في الكلام نشوف ايه اللي حصل لما زودت الكلام، اهو نزل معايا. طب نكبر اكتر، انا هنا اهو كبرت الكلام وهيدي هيمشي معايا بنفس المساحة، يعني هيطول معايا. كل ما هزود في الكلام كل ما هيطول معايا. طب انا مش عايزة كده، انا عاوزة ارتفاع معين ما يزيدش عنه. فانا هدي ماكس ويدث، ماكس هايت سوري 200 مثلا. فانا
كلام تاني مش مشكلة. ما نزلش معي لو في كلام تاني زيادة، فأنا خلاص أنا سبت عند الهايب ده، مش هبقى عندي يعني أقصى حاجة. الماكس ويس ده اللي هو أقصى ارتفاع عندي كذا، مش هزيد عنه حتى لو في كلام زيادة. اوكي تمام، ده الويس وده الهايب. طيب هنتكلم عن ايه؟ مارجن والبيدنج. طيب نشيل ده كده ونحط ويس وايت عادية خالص. طبعا انت بتظبط الويدث والهايت على حسب يعني على حسب رغبتك، على حسب التصميم بتاعك، على حسب انت عاوزه قد ايه. مفيش رقم معين، مفيش قاعدة مثبتة. وهنشيل كل ده. عاوزين سطر واحد بس. اهو ده كده الويدث والهايت. ممكن برضو نقلل شوية عشان تمام كده. طب خلينا ناخد بالنا، شايفين الكلام فين؟ هو قوي ولازق في الحروف بتاعت الباك جراوند. طب انا عايزة استخدم حاجة اسمها بادنج. ايه هو البادنج؟ البادنج هو المساحة الداخلية للحاجة. يعني انا هديه دلوقتي 40 بكسل. اهو خد مساحة 40 بكسل من المساحة الداخلية اللي هو جواه. يعني انا الكلام اهو خد بادنج 40 من هنا و40 من هنا و40 من هنا و40 من هنا. هو طبعا زيادة كده، انت حسيت ان هو زاد شوية عشان الهايبر، بس هو ساي 40 من الناحية دي و40 من هنا. ان هو رقم واحد هيتاخد من كل الجوانب، فلو تاخدوا بالكم ان هو الكلام اتحرك. فاهمين قصدي؟ طيب في حاجة، طب انا مش عايزة المساحات كلها في نفس الاتجاه. طب انا عايزة حاجة اسمها بادنج ليفت. انا عايزة ادي مساحة بس من ناحية الشمال. اهو رجع كل حاجة بس ده مساحة من الشمال. طب انا عايزة من فوق. طب شال المساحة اللي من الشمال وخد بس مساحة من فوق. واخدين بالكم معايا؟ طيب انا مش عايزة اكتب كل شوية بادنج توب بادنج ليفت. طب انا عايزة اغير في الارقام، يعني مثلا فوق رقم وتحت رقم وشمال ويمين رقم، بس مش عايزة اكتب بادنج ليفت بادنج رايت واطول الكود بتاعي. انا ممكن هنا اكتب الاربع ارقام عادي بتوعي. طيب انا لما اكتب الاربع ارقام بتوعي كده سوري الرقمين مثلا زي كده، هيعمل ايه؟ هياخد اربعة لفوق، تمام، اربعة لفوق وتلاتة يمين واربعة تحت، سوري اربعين تحت اربعين فوق وتلاتين يمين واربعين تحت وتلاتين شمال. تعالى افهمكم الحتة دي ممكن عشان تقدروا تستوعبوها معايا. انا هدي له اربع ارقام، ماشي؟ الاربع ارقام دي بتمشي ازاي؟ بتمشي ان ده التوب، ده الرقم بتاع التوب، وده الرقم بتاع الرايت، وده الرقم بتاع البوتوم، وده الرقم بتاع الليفت. زي عقارب الساعة بيبدأ من فوق يمين تحت شمال، تمام؟ فانا مثلا بس شوفوا دول، شوفوا
دي الصايد على المبتدئين اهو، ادي من هنا 10 اهو زي ما انا كنت كاتبه، وهنا كنت كاتبه التوب كام؟ 40، توب 40، توب 40، والرايت 30، وبوتوم 20. انا لما ما كتبتش الرقمين دول المرة اللي فاتت ادى عادي يمين وشمال، طب اداهم بناء على ايه؟ اداهم بناء خلى ان ال 40 هي توب وبوتوم، وادى ال 30 رايت وليفت، يعني اهو ادى بوتوم توب سوري 40 والبوتوم 40، وادى 30 رايت و 30 ليفت، يعني ادى الرقم ده لبقيه الاماكن اللي انت مش، يعني انت مثلا مش كاتب لي رقمين تانيين، طب انا هحطهم منين؟ انا عايز مساحه للرايت سوري للبوتوم والليفت، انت مش حاططهم لي، فانا هاخد من اللي مكتوب، هاخد ال 40 دي للتوب وللبوتوم، وهاخد ال 30 للرايت والليفت. طبعا انا لو كتبت اكيد هياخد بناء على اللي انا كتبته، فاهمين قصدي ايه؟ اتمنى بس يكون الجزء ده واضح، يعني ده للتوب وده للرايت وده للبوتوم وده للليف. انا لو مش كاتب اتنين من دول هياخد بناء على الاتنين الاولانيين، تمام؟ طبعا لو كتبت رقم واحد هو هيديهولي كله، هيديلي للبوتو للتوب والليفت والرايت كل حاجة، تمام؟ طب دي ده البادنج، والبادنج ده اللي هو المساحة الداخلية للحاجة. طب انا عندي حاجة تانية اسمها مارجن. ايه هو المارجن؟ المارجن برضو المساحة، بس مساحة خارجية. يعني ايه مساحة خارجية؟ طب تعال نشيل بس انا لو عايزة اكتب كومنت، احنا كده عايزين ايه نشيل بس دي، فبدل ما نشيلها نعمل لها كومنت. الكومنت في السي اس اس بنعمله ازاي؟ بنعمل backslash ونجمة، وباجي الناحية التانية نجمة backslash، كده انا عملت كومنت. خدتوا بالكم ايه؟ كلام اخضر، هنا الكلام رجع خالص زي ما كان، من غير لا بادنج ولا مارجن ولا من غير اي حاجة. ده الشكل الاولاني من قبل ما نعمل حاجة. طب انتوا واخدين بالكم هو لازق من هنا ولازق من هنا، ولو كتبت حاجة مثلا يمين او تحت هتبقى جنبه. طب انا عايزة اديله مساحة، فانا هستخدم ايه؟ المارجن. المارجن زي البادنج بالظبط، كل الحكاية ان ده مساحة داخلية وده مساحة خارجية مش اكتر. اهو ادى مساحة من الناحية دي، مساحة من الناحية دي، مساحة من الناحية دي. انا هنا كتبت 30، فادى 30 لمين؟ ادى 30 للليفت والتوب وللرايت والبوتوم. طب انا دلوقتي عايزة ادي لكل حاجة مختلفة، طب انا هدي التوب 30 ومثلا عايز الرايت 50 بكسل، وعاوز البوتوم 20، وعايز الليفت 60 برضو اهو. دخل ادى ده 60، وادى فوق 30، وادى هنا لو كتبت اي حاجة يمين هتبان ان انا مديهاله 20، الناحية دي 20، وهيبقى في البوتوم كام؟ البوتوم 20 سوري، البوتوم 20 والرايت 50. اوكي طب يعني مثلا لو مش باينة معاكم ان هو، يعني لو كتبت مثلا تحت باراجراف this مش هيتكتب تحتي اهو، ادى مساحة. تعالوا نزود مساحة البوتون عشان تاخدوا بالكم، اهو المساحة زادت ونزلت. فدي المساحة الخارجية للشكل. انا مش عايزة الحاجات تبقى لازقة في بعضها، فهدي ده مساحته الخارجية كذا وكذا وكذا زي ما شرحت، وبرده بيمشي بنفس فكرة العقرب الساعة، يعني ده التوب وده الرايت وده البوتوم وده الليفت. اوكي
وبرضو لو شلت الرقمين دول هياخد ال30 للبوتوم وهياخد ال50 للليفت. تعالوا نشوف برضو اهو، هي بتختلف بس في انها سنتي يعني، اتمنى تكون باينه. طيب ايه تاني معانا؟ عندنا البرج. اوكي برضو انا عايزه ادي بوردر. اول حاجه هنتكلم فيها في البوردر هو البوردر ستايل. بوردر ستايل مثلا انا اديته يعني نقط، هيعمله ازاي؟ ممكن نشيل الباكجراوند بقى مش محتاجينه خلاص. اهو اداني البوردر ده اللي هو الحدود، حدود الشكل عندي اهو منقط، وانا عايزه ده الستايل يعني بوردر ستايل هيديني اللي هو منقط، وانا عايزه شكل تاني مش عايزه سوليد مثلا. خط واحد وسميك اهو، ادي بوردر ستايل. طيب في برضو بوردر كولر، عايزة ادي لون، ادي له مثلا اي حاجة، ادي مثلا اهو ادي لون، خدتوا بالكم لون الحروف. طيب انا دلوقتي في بوردر عايزه مثلا ازود في مساحه ال يعني عايزه ازود سمك البوردر، فبستخدم بوردر ويدث هو سمك الحرف حددته اهو ازاي ده السمك. طيب انا عندي حاجه، انا مثلا عاوز ادي بوردة من الشمال بس، انا ممكن اعمل ايه؟ نشيل ده كده شوية واعمل بوردر، انا عايزة اعمل بوردة من الشمال بس، اعمل بوردر لفة. عايزه اديله لون يعني عايزه اعمل شمال واديله لون مختلف اهو، مثلا ايه ريد اهو سجلت الستايل. الشمال احمر لون مختلف، لون احمر. طيب ممكن برضو ايه تعال بوردر ليفت ستايل طبعا عشان المساحة كبيرة فتحس ان هي دوائر، ممكن اقلل كمان
هنا هو ادالي بوردر من الليفت، بس مش عايز بوردر من اي ناحية تانية، من الليفت بس. دي ازاي؟ بوردر ليفت، سوري، بوردر ليفت ستايل دوتت بقى سوليد اي حاجة. انا عندي سوليد اهو خط واحد. احنا زي ما نطقنا يعني انا عايزة اعمل بوردر من ليفت فاعمل بوردر ليفت. طب انا عايزة اديله ستايل فبوردر ليفت ستايل، عايزة اديله كولر فاديله بوردر ليفت كولر، تمام. وبرده في بوردر رايت وبوردر توب، يعني مثلا ممكن اعمل توب، مش هتفرق عادي توب، يعني زي ما انا بنطقه بالظبط او زي ما انا عايز بكتب، يعني مش محتاجة حز. انا عايزة اعمل بوردر وعايزة اعمله من فوق وعاوزة اديله ستايل، فادي بوردر توب ستايل اهو بقى من فوق، تمام. طب انا عندي طريقة، بدل ما اقعد اكتب كل ده اعمل ايه؟ عايزة ادي بوردر، بس ده لو هعمله بوردر لكل، مش بوردر لناحية واحدة، لا انا عايزة بوردر لكل ناحية. فانا بكتب باختصار كده بوردر سطر واحد كل اللي انا عاوزه، 10 بكسل اللي هو الويدث بتاعي، والسوليد اللي هو الستايل، وهديله مثلا كولر فبلاك. كتبت كله سطر واحد، كتبت الويدث والستايل والكولر كله في سطر واحد، بس ده في حالة ان انا هدي بوردر لكله، لكل النواحي، مش لتوب مثلا او ليفت بس، لا انا هدي بوردر لكل النواحي، تمام. السطر ده ما بيتهش غير لكله، اوكي تمام. عندنا بعد كده الليست. طيب ممكن ايه دي، مش مشكلة، ونعمل ليست. طبعا احنا عارفين الحاجات بتاعت الليست، ستايل من غير اي حاجة، هي لست عادية مفيهاش اي حاجة. طيب انا هعمل ايه؟ هكتب عندي حاجة اسمها لست ستايل تايب، يعني هي في هي هنا منقطة. انا لو غيرتها عملتها ريسمال مثلا، هيديهالي ارقام، فده الطيب. ان انا بغير بدل ما هي نقط انا عايزها ارقام، فتبقى لسه ستايل طيب ريسمال. وطبعا مش شرط تحفظوا الانواع، يعني انت بالتجربة هتلاقي الشكل اللي انت عاوزه. في الشكل ده بيديلي ايه؟ اللي هي زي الارقام بتاع اللاتين، سوري، حاجات زي كده، تمام. عندي برضو ليست ستايل بوزيشن، انا هعمله مثلا السايت، بس ده عشان يبان محتاج اعمل
أقلل بس من 5 مثلا، مش بين طيب شايفين معايا كده؟ شايفين جوه؟ أنا لو عملتها من هنا outside هيعمل ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض هيعمل ايه. خرج بره الأرقام دي أو الحاجات اللي أنا عملت لها. طيب دي خرجت بره البوردر نفسه. دي تمام، يعني الحاجات دي أنا بستغلها لما ببقى عايزة أدي ستايل معين أو أعمل حاجات معينة فهتفرق. لكن ممكن تشوفها دلوقتي طب هي ملهاش لازمة، لكن أنا بعمل ستايل كامل أو ويب سايت كامل بشكل معين، طبعا الحاجات دي الحاجات البسيطة دي هتفرق جدا فيك. اوكي، فهنا أو باين لي إنها أوت سايد، ولو عملته انسايد هيرجع زي ما كان. محتاج أعمل بوردر عشان يبين لك إنها خرجت ودخلت. أنا لو معملتش بوردر مش هتبان، هتحس إنها اتحركت بس يمين وشمال. فاهمين قصدي؟ طيب أنا عايز أشيل الأرقام دي خالص وعايز أحط صورة مثلا مكانها، فبعمل إيه؟ باجي هنا برضو وأعمل list style image، في أي image بختار ال URL وأحط جواها سورس الصورة. أنا معنديش صورة صغيرة مثلا تبان قطع أو حاجة، فالصورة اللي هتطلع دي صورة كبيرة عادي. اداني صورة جنبها. برضو كل الحاجات دي هتفرق معاك لو انت بتعمل ويب سايت معين او بتعمل ستايل معين، بغض النظر عن المساحات. انت ممكن طبعا تقلل المساحات بتاعتك، بس اهو كده في الصورة. تمام، ده في البوردر. خلينا نتكلم على الايه، على ديسبلاي. ايه هو الديسبلاي؟ عرفنا طريقة الكومنت. طبعا الكومنت مهم في أي كود عشان يعني بيشرح، يعني مثلا لو في حد تاني فتح الكود بتاعك يبقى فاهم هو ايه ده مكتوب ليه. فاهمين قصدي؟ أنا لو عملت ده مثلا فيسبوك وده مثلا واتساب، شايفين الكلام جه كله جنب بعض. ايه كله جنب بعض؟ دي حاجة اسمها display inline. طب انا مش عايزاهم جنب بعض، اعمل ايه؟ هكتب A، طبعا احنا عارفين بقى طريقة للكتابة. اعمل display block، هو الديفولت بتاع اونلاين، يعني الديفولت بتاع اللينك اللي هو الـ A inline. طب انا لو عملت block ينزلهم تحت بعض اهو، نزلهم تحت بعض. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية. تعالوا لو عملنا مثلا paragraph، خدنا بالنا ان احنا من غير اي تنسيق الباراجراف نزل تحت بعض. طيب ده معناه ان الديفولت بتاع الباراجراف انه display block. طب انا عاوزاه جنب بعضه، بعمل ايه؟ اكتب بي display inline.
اهو بقوا جنب بعض، تمام. طيب الحاجات اللي بتبقى جنب بعض بتبقى زي الاي كده او الايمج، لو انا حاطه 3 صور جنب بعض ومش عامله لهم ديسبلاي هيبقوا كلهم ان لاين. وفي السبان برضو لو انا كاتبه سبان عادي، سبان اي حته مثلا بصوا انا مثلا، طب خليني اعمل بي ار عشان برضو تفهمي. انزلش مش مشكلة. على فكرة انا لو رجعت الباراجراف تاني display block هنزلهم تحت بعض، يعني اهو لو رجعت تاني بلوك هيرجعهم تحت بعض. ده السبان، السبان هو جابهم جنب بعض. انا كاتبه سبان الاولانيه ديس وسبان التانيه از. طب انا عملت سبان عملته ديسبلاي بلوك هيجيبهم تحت بعض اهو ديس از لوحده، تمام. فالتاج بتاع الايه اللي هو بتاع اللينك والتاج بتاع الايمج والتاج بتاع السبان ده الديفولت بتاعه اللي هو انلاين. طيب ال H1 والديف والحاجات دي والباراجراف دول كلهم البلوك الديفولت بتاعهم بلوك. يعني مثلا انا لو كتبت دلوقتي H1 اي حاجه اي باراجراف اي كلمه عملت اتش فون تاني بص كتبهم تحت بعض ده الديفولت بتاعهم بلوك. طب انا لو عملته لو عملت H1 ده inline هيعمل ايه؟ هيجيبهم جنب بعض display inline. جيبهم جنب بعض كده احنا خلصنا. واتمنى تكونوا فهمتوا معايا خصوصا الجزء بتاع الفونت والويتس والهايتس قصدي والمارجن والبازل. الحاجات دي كلها مساحات طبعا انت بتظبطها على حسب الويب سايت بتاعك. و اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وميرسي على حسن انتباهكم.